أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في، ومباشرة من قلميمة نواحي مدينة الرشيدية، يعني إقليم مدينة الرشيدية. في الحقيقة متابعي قناة شوف تي في، اللايف مثير ورائع جدا مع الأخت والفنانة الرائعة لطيفة الغريزية، فنانة اللي هي أمازيغية واللي كتغني الشلحة. وعلى حد يعني الجلسة اللي جلست معها، يعني كتقول لك كتغني مجموعة من الأنماط، يعني الغنائية الشرقي الغربي ومجموعة من الأنماط. وغادي نخليكم متابعي قناة الشعب أنكم تكتشفوا الصوت ديالها الرائع. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشكرك خويا ياسين شوف تي في على هاد التوضيح هذا، وكنشكرك لانك كتسلط الضوء على فنانين بحالي، وشكرا لك بزاف. انا لطيفه الغريسيه، بنت مدينه قلميمه، يعني زياده وخلق مدينه قلميمه، وهذيك هي الارض الام ديالي. شكرا. يعني قلميات هو يعني القلميميين يعني معروفين بالشلحه، او كاينه لغه اخرى؟ كما قلتي، حنا ماشي غير معروفين غير بالشلحه، حنا عندنا دراري هنايا وعندنا بنات. حكم انني في الميدان ديال الفن، تلاقيت مع بنات وتلاقيت مع دراري تبارك الله، انماط كاملين، يعني شرقي مغربي غربي الراب كل شيء الحمد لله. والله لا ماشي شي حاجه، والله لا في مدينتي غير في هذا المهرجان ديال المسيره شفت بزاف ديال الحوايج. يا سلام. يعني في جهه الحافلات كاينين مجموعه من الانماط. كاينين بزاف، وكاينين شباب اللي خصهم غير تشجيع صراحه، بنات ودراري خصهم غير تشجيع، وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله من المسؤولين انهم ان شاء الله يلقوا واحد النظره على هذا المجال هذا ان شاء الله، خصوصا في درعه تافيلات. واخا عرفينا على لطيفه الغريسيه. انا لطيفه الغريسيه كما قلت لك، بنت مدينه قلميمه، وهذا الاسم هذا نسبه لواد غريس، انا درتو نسبه حيت كان قبل الحسن الثاني، قبل ما يجي باش يدشني يدير لها قلميمه، كانت غريس كما كانت الرشيديه قصر السوق. وانا بغيت نبقى في الاصل ديالي، وبغيت نبقى في الاصول ديالي، ودرت لطيفه الغريسيه. وانا فنانه امازيغيه كما عرفني بزاف الجمهور، وكانت عندي مشاركه في القناه الامازيغيه اللي كنت فرحانه بها، وكنتمنى انني نعاود ان شاء الله نخرج عاوتاني في الامازيغيه وفي القنوات وحدين اخرين مغربيه، وعلى علاش ما تكونش ان شاء الله في مصر ولا في قطر ولا حتى انا ان شاء الله. كنغني الشلحه وكنغني الشرقي بزاف، عزيز عندي الميول ديالي، والمدرسه ديالتي هي الست ام كلثوم ووالده جزائريه، ودوك يعني الاغاني ديال الزمن الجميل كبرت معاهم وكنحبهم بزاف. تقدر تعطينا واحد شويه من الشلحه؟ ان شاء الله. الا بغيت نعطي ما غاديش نعطي شي حاجه احسن من الاغنيه المعروفه ديال الاستاذ الراحل محمد درويشه. وهو مدرسه وهو معروف والحمد لله، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار ان شاء الله. إناسي ناس إناسي ناس ما يريغ ما يريغ ما يريغ، أداسي غي زمان أداسي غي زمان، والنور يوفين والنور يوفين أو النور يوفين، ما غاسكي والنادي تمون. إناسي ناس إناسي ناس ما يريغ ما يريغ، أداسي غي زمان أداسي غي زمان، أدوني توري تريد دوني توري تريد، ودوني توري تريد ولتي وطيد نمون. إناسي ناس إناسي ناس ما يريغ ما يريغ، أداسي غي زمان أداسي غي زمان، ويتما 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 يا من كايسته نادي ترو. إناسي ناس إناسي ناس ما يريغ ما يريغ، أداسي غي زمان أداسي غي زمان أداسك غي زمان. بارك الله عليك، كملي معنا.
والمهم انا كما قلت لك انا كنفتخر نكون بنت قلميمه، حتى انا عارفه قلميمه شنو كاين فيها، وبغيت ان شاء الله نشارك حتى الجمهور ديالي باش يكتشف حتى الصوت ديالي في هاد الاغاني الشرقيه اللي قلت. ونتمنى ان نكون، المهم انا كنقول للجمهور ديالي وكنقول للاحباب ديالي والاصدقاء ديالي، انا كنتقبل الانتقادات ديالهم وكنتقبل حتى الكلام الطيب ديالهم. والفنان هو هذا، راه دائما كاين الانتقادات وكاين اي في اي مجال، غير هو الانسان حاجه واحده خصو يتقبل، كما غادي تقبل واحد الكلام زوين كما غادي تقبل حتى، حيت كلشي غادي تتعلم منه. الا كان كلام زوين غادي تزيد تعطي، والا كان حتى الانتقاد خصك تعرف شكون هو المشكل باش عاوتاني تزيد حتى لقدام. هادشي اللي كاين. وكنقول للاصدقاء ديالي الاحباب ديالي والجمهور ديالي داخل وخارج المغرب، يعني كنحبكم كاملين، لا اللي كينتقدوني ولا اللي كيشكروني، كلشي كنحبو. وهادشي اللي كاين. وايضا عندك مجموعه، يعني عندك نمط من الانماط اللي هو غربي وفيننا لا الشرقي. تقدري تعطينا شي نمط اللي بغيت تقدميه للجمهور دابا؟ ان شاء الله كاين. انا بزاف كندير لي لايفات وهذه كنغني ام كلثوم، ولكن اليوم نحب ان شاء الله نعطي الفنانه الكبيره والمرحومه ورده الجزائريه. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك، واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة اكذب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ ويختار لي بر وانا ارسي عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ ويختار لي بر وانا ارسي عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول 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 يا حبيبي. الله يبارك فيك خويا ياسين. انا دائما كنطالب واحد الطلب من الفنانين ديال جهه درعا تافيلات، كنقول لهم دائما خصنا نكون يد واحده، خصنا نتعاونوا ونزيدوا لقدام، لانه الاحتكار حنا بزاف عندنا كاين الاحتكار وما كاينش التعاون، وكان كلشي كيبغي غير راسو، كلشي باغي باش يطلع بوحدو. راه يد وحده ما كتصفقش. دابا المشكل هو انه كيكون عازف وما كيعرفش يغني، وكاين مغني ما كيعرفش يعزف. اذا الى تلقى العازف العازف المتمرس اللي عارف مع واحد الفنان عنده صوت جميل كيعطي، يعني راه غادي يزيدوا، الا زادوا جوج للقدام وهذوك جوج غادي يجيبوا واحد جوج وحدين اخرين، يعني راه مجموعه غادي تزيد للقدام. انا دائما هادشي اللي كنطلب، لا من الفنانين ديال مدينه قلميمه اللي هي مدينتي الام، ولا من الفنانين ديال جهه درعا تافيلات كاملين، بان نكونوا يد واحده ونتعاونوا ويكون الصبر باش نزيدوا للقدام، باش حتى حيت الفن والغناء راه حتى هو رساله من الرسائل باش نزيدوا للقدام. عندنا مشاكل بزاف في جهه درعا تافيلات، نقدروا نوصلوهم بطريقه فنيه، يعني نوصلوهم بطريقه فنيه، غنتجمعوا نكتبوا واحد الاغنيه، غادي يعطي شويه هذا من عنده، هذا شويه من عنده، هذا شويه، ونكونوا اربعه ونأديوها باربعه، يعني كل واحد غيعطي فكره، راه غادي تزيد لقدام، وغادي نوصلوا حتى حنايا داك المشاكل اللي عندنا بطريقه فنيه، وكلشي غادي يتحل بطريقه فنيه. وهادشي اللي كنقول انا دائما، هذه هي الرساله ديالي للشباب، وهذه هي الرساله ديالي دائما للفنانين ديال جهه درعا تافيلات. شكرا
ليا اللي كنت نيت خويا ياسين، وشكرا للقناه شوف تي في لانه كتسلط الضوء على بزاف ديال هكا ديال المشاكل وبزاف ديال الاخر. كنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك ان شاء الله، وكنشكرك بزاف وكنشكر الجمهور ديالي العزيز داخل وخارج المغرب. شكرا.